ليس من العادي أن يكون موضوع مثل هذا يتعلق بالدماء، قتل، في قتل يعني قتل الإنسان. ولا يذكر في كتاب الله في آية واحدة، مش معقول. يعني حد السرقة مذكور صحيح، حد القذف مذكور، حد الزنا مذكور، الحرابة مذكور، والقصاص طبعا عند الأحناف يعتبروه غير حد، لكن هو يعني له اسم خاص مذكور. لكن حد يتعلق بالقتل، قطع الأعناق، مش مذكور بالمرة. والمذكور في كل آيات كتاب الله عكسه تماما، روح القرآن الكريم مضادة تماما لهذا الحد. القرآن الكريم على لسان الأنبياء جميعا، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، رغم الصحيح، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لكم دينكم ولي دين، إن حسابهم إلا على ربي لو تعلمون، ورغم الصحيح الحساب عنده، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، اختصام عند الله. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني قضية الله يريد هيك، اختلاف الناس في العقائد والأديان والمذاهب والملل، الله بده هيك، الله يريد هذا، سنة كونية، ورغم الصحيح. ولذلك خلقهم وقال لك كل واحد حر، ولكم دينكم فعلا ولي دين. هذه روح القرآن الكريم. حتقول لي بس النبي خالفها؟ لا، ما خالف النبي ابدا. حتقول لا هو اللي قال اقتلوا مقتول. لابد ان نعيد قراءه هذه الاحاديث النبويه الصحيحه، لن نشكك في صحتها، حديث في الصحاح ثابته حقيقه، حديث قتل المرتد وكذا، لكن النبي ايضا اتفق مع روح القران وخالف هذه الاحاديث، وفي غير مره، ومخالفه صارخه، والنبي لا يتناقض، مستحيل صلى الله عليه وسلم. اذا المساله لابد ان تقرا قراءه جديده، لابد ان نفهمها من زاويه جديده، ايش اللي بصير، ايش اللي صار، مش بهالبساطة هذا انه خلاص مرتد يقتل وانتهينا. طبعا وقبل ان امعن في يعني استعراض بعض هذه النصوص والاستدلالات، احب اقول انه الطريقة العقلية اللي بيعتمدها بعض العلماء والمشايخ والوعاظ في تبرير حد الردة عقيمة جدا جدا ومتهافتة، غير مقنعة بالمرة، تقنع فقط ايش يعني بعض العامة. لما اقول لك ايش، في شيخ الان هي محدث كبير وحي يرزق بارك الله فيه، والله بهذه العبارة وهتشوفها في اليوتيوب، قال احنا نقول لهم يعني دخول الحمام مش زي خروجه، استغفر الله العظيم. صار الاسلام هذا الدين العظيم والشرع الخاتم صار يشبه بالحمام، ايش الكلام الفارغ هذا؟ هيك يدافع عن الاحكام الشرعيه؟ دخول الحمام مش زي خروجه. هذا منطق كراهي. المنطق هذا حد ذاته منطق كراهي وخلاص. وتبريري بس فاشل. في ناس زي الشيخ المرحوم العارف الشعراوي رحمه الله عليه رحمه واسعه، قال لك لا. قال لك الإسلام حتى عادل في حد الردة، وطبعا كلام كله هذا كلام إنشائي. ليش؟ قال لأنه إيش إحنا بنقول لأي واحد قبل ما تسلم خذ فرصتك كاملة، روح فكر مرة وألف مرة، إحنا مش مستعجلين، لكن انتبه وإنت حر، معك حرية كاملة قبل ما تسلم، تكون زي ما أنت شيوعي بوذي، يعني أنت إذا دخلت الإسلام الحرية دي انتهت، تبقى مسلم إلى أن تموت، طلعت من الاسلام تقتل. الله شو الله عليه، شو الله قال كأنه حكى شيء يعني جوهري. لا، هذه مصيبة حكاها الشيخ بصراحة، لا ولا واحد عاقل ومتحرر فكري يوافق هالكلام هذا. طب ليه؟ تعرفوا ايش المسكوت عنه وايش المفروض يعني في كلام الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه رحمه واسعة؟ المفروض في كلامه انه الاسلام حقيقة مطلقة، واول ما تصل اليها انتهى، رجوعك عنها يعني انك انت سام وكافر وجاحد وفعلا كافر وتستحق اهدار دمك. واضح؟ طيب الجزء الصحيح انه الاسلام فعلا حقيقه مطلقه، صحيح الاسلام هو الدين الحق والدين المطلق، لكنه ليس كذلك في ذهن كل واحد فينا يا جماعه، نحن بشر، عند الله في علم الله صح هذا الدين الحق والمطلق، عندنا احنا مباشره نتعاطى معاه كبشر وكل واحد حسب عقليته. المفروض الثاني المسكوت عليه في كلام الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه انه الانسان اي واحد فينا حتى لو كان عنده شهاده اعداديه مش اكاديميه، عنده اعداديه وبعدين او عامل بسيط غربان حتى مش دارس واهتدى للاسلام، الشعراوي بيقول معنى هذا معنى كلامه انه هذا ما شاء الله يعني عقله الان تم وكمل، عقله اكبر من عقل ارسطو، لا يقبل الخطا ويثقب اللؤلؤ، العقل هذا اللي عنده تمام، علشان هيك خلاص هذا عوده يعتبر كفر بالعقل نفسه فيقتل، غير صحيح، غير صحيح. سواء هذا اللي دخل الإسلام عنده إعداد ولا ابتدائي ولا عنده 10 شهادات دكتوراه، أنا بقول لك هو بشر. ما معنى بشر؟ يترقى فكره وعاطفته واستدلالاته طالما هو حي. الإنسان حتى يتناسخ فكريا، أنا بقول لك الإنسان اللي يكبر، أي واحد تشوفوه
اليوم بيحكي كلام بعد 10 سنين بيحكي نفس الكلام، يغسلوا أيديكم منه. قول الإنسان فارغ بصراحة، هذا بياع كلام. الإنسان العادي، مش المفكر والفيلسوف، الإنسان العادي لازم يتطور باستمرار، طروحاته ومنظوراته وأفكاره. مش كل شيء فيها، مش كل شيء فيها أبدا، لكن أشياء كثيرة. في الحقيقة النموذج البسيط الذي يمكن أن يفسر كل هذه الأشياء المتعارضة في الظاهر هو التالي، والله تبارك وتعالى عنده العلم والحكم. إيش هو؟ أن النبي حين أمر بقتل المرتدين إنما قتل المرتدين المحاربين الذين تدل السياقات كله على أنهم محاربون. والدليل على ذلك يا أخواني، دليل على ذلك أنه في الظروف التي تنتفي فيها الحرابة وتختفي فيها شبهتها النبي كان لا يطالب إيش؟ بالقتل، مثل موضوع الحديبية، لأنه إيه كان في صلح سلام، هذا العشر سنين سلام، ما خلص قريش لا تقتلنا، مش هنقتلها، يعني الحرب وضعت أوزارها والآن نحن إيش متسالمون، نحن في سلام. قال ما في مشكلة عاد، واحد يحب يكفر هو حر، لكم دينكم ولي إيه دين، لأنه ما في حرب، إحنا أمرنا إيه بأن نقتله عشان إيش؟ لأنه أصبح حربا علينا وإلبا ضدنا، وإلبا إيه ضدنا وعلينا. أما وقد وضعت الحرب أو شو، النبي متسخ مع نفسه. المشكلة عقل الفقهي مرات يفكر نفسه يعني يفهم النص من جميع جوانبه بشكل دائما مطلق وصحيح، مش صح. مرات العقل الفقهي يقصو عن فهم ايه فعلا ايه النص بدقه، ياخذ من جانب معين ويتورط في اشياء ويقول لك حدود مش حدود، مش حدود هذه، مش حد هذا النبي عطل معطل، لا ابدا. البدوي العربي هذا واضح انه ما كانش ايه متحيز الى فئه في حاله حرب عسكريه مع مجتمع المدينه ابدا، بدوي من وراء شويهات وغنيمات والنبي عارف حالته، قال خليه يكفر يرجع ايش نعمله، يعاود باسم اللي بده، لكن هو حر لانه مش محارب. المنافقون في المدينة واضح أنهم لم يكونوا محاربين فعليا يا إخواني، صحيح؟ خلاص هنختم إن شاء الله في دقيقتين. المنافقون لم يكونوا محاربين فعليين، بالعكس كانوا حتى بروحوا إيه في الجهاد مرات في الصفوف وكذا، لكن بخذلوا كانوا مرات الخبثاء ويبغون الخبال، لكن بروحوا ويظهرون حتى إيه الإسلام، لكن يظهر منهم الكفر والردة غير مرة وعادي، النبي لا يقتلهم اتركهم، مش مأمور ايه بقتلهم، واضح؟ اذا النبي، والذي يعني يدل لذلك الحديث الذي اخرجه النسائي وسنده قوي بفضل الله عن عائشة، حديث الثلاثة الذين يقتلون لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، احنا عارفين الثيب الزاني والنفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا في الصحيحين، هذه الصيغة واضحة. قال العلماء من قديم قالوا التارك لدينه المفارق للجماعة صفة كاشفة مش مستقلة، لا مستقلة. زمان النبي لما جاء النبي هذا الحديث فعلا كل من كان يترك دينه ما بترك دينه ويقعد في بيته، كان إذا ترك دينه لابد أن يتحيز إلى فئة هيك، هي مجتمعات قبلية، مجتمعات إيه معسكرة ومتحاربة كانت، ورغم الصحيح ما في زي اليوم على فكرة أي مجتمع على أساس المواطنة وممكن هذا يكون مسلم وهذا يهودي وهذا بلا دين وعادي، لا، المجتمع كان على أساس إيه؟ على أساس الدين والاعتقاد، وكان في حرب، حرب قائمة بين إيه المعسكرين، فإذا ترك الإسلام حيستمع الكفار ويحمل السيف، فمعناها الردة تسوي ماذا؟ الحرابة. لذلك في رواية النسائي بسند قوي عن عائشة إيش قالت عاد؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يحل كذا كذا، ما قالش التارك لدينه المفارق للجماعة، سمعتها من النبي، قال ورجل، بدل التكتك المفارق للجماعة، ورجل خرج على الله ورسوله بسيفه، هذا هو خرج محاربا، عفوا خرج محاربا بسيفه لله ورسوله، صرح النبي هنا في هذا اللفظ عند النسائي بأنه إيه محارب. الآن فهمنا لماذا خلى القرآن من حد الردة، في الحقيقة لم يخلو بل ضمنه ضمن حد ماذا؟ الحرابة، في حد للحرابة، فسواء أكان المحارب مرتداً أم لم يكن مرتداً المحارب محارب يقاتل ويقتل، شفتوا؟ أما إن كان المرتد غير محارب فهذا لا يقتل يترك، ونعمل فيه إيش؟ الآيات لكم دينكم ولي إيه؟ دين. أما إن كان محارباً فهذا الذي لا يترك، وهيك بصير الإسلام فعلاً، سبحان الله، بصير فعلاً شريعة معقولة، معقولة ورحيمة، وفيها حرية، حرية اعتقاد وحرية فكر وحرية تدين ومتسخة مع نفسها، الآيات متسخة مع نفسها، الأحاديث متسخة مع الآيات، الأحاديث متسخة مع السيرة ومع الأحاديث الأخرى، ما فيش أي تشاكس ولا أي تعارض، كل الأمور يتسعى ببعضها البعض، لكن وفق النموذج إيه القديم. تحدي الردة أنا بالنسبة لي لا أعترف به أنه حد ديني، أنا أعتبره حد سياسي،
في بداية الإسلام كان في ناس قرروا هذا في القرآن. لا 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 في اليهود قرروا يلعبوا لعبة، ادخلوا الإسلام بداية النهار واكفروا آخرة حتى نشكك الإسلام فيها. فصدر قرار من بدل دينه فاقتلوه. لكن اليوم لو واحد بدل دينه في باكستان هيأثر علينا؟ خليه هو حر بينه وبين الله عز وجل. هذا يتناقض مع القرآن نفسه. القرآن يقول لا إكراه في الدين، لست عليهم بمسيطر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ عريت الاعتقاد. يا سلام، يعني كلها سنلغيها عشان حديث فيه احتمال وهي آيات محكمات. فاتركوا الناس يختاروا دينهم، اختاروا. أنا أعتقد واجب شرعا على المسلم أن يحمي حرية الاعتقاد لغير المسلم. واجب شرعا على المسلم أن يحمي كنائس النصارى، مش زي اللي بعض الناس اللي ما يفهموا الدين ويقوموا يعملوا فتن طائفية. هذا لم يفهم أصل الدين نفسه. سيدنا عمر بن الخطاب لما راح إلى القدس ودخل كنيسة القيامة وجاء وقت الأذان الظهر وهو في داخل الكنيسة، فالقسيس قال أصلي. فضل تصلوا أنتوا في أي حتة ممكن. نعم. تصلي. فإيش قال؟ قال لا، حتى لا يأتي أحد في المستقبل يقول صلى عمر هنا فيأخذها منكم، فأصر أن يصلي خارجها. هذا اللي علمنا يا صحابة ويعلمنا هذا السلف. هذا هو السلف. مش السلفية أنه إحنا واحدة ارتدت من الإسلام صارت مسيحية، واحدة مسيحية أرادت تكون مسلمة، ونعمل مشكلة من وراء هذه المسألة. هذه قضية قرارات شخصية حرية، ما تتم بالإجبار. بعدين إيش قيمة أن واحد يكون مسلم بلسانه لأنه خايف حد يقتله ولا يطلقه من زوجته ولا كذا؟ إيش حيزيدنا هذا؟ هذا هؤلاء اللي بالضبط اللي يقول عنهم القرآن لو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، يزيدنا ضعف. هذا يؤمن بلسانه لكن قلبه يكرهنا ويكفر فينا. فهذه كلها بعض المعاني. أنا أؤمن بحرية التعبير، خلي المسيحي يدعي لدينه واليهودي يدعي لدينه والشيوعي يدعون إلى أفكاره، وسأواجههم بالفكر. وإذا كنت أنا فعلا أؤمن أن حجة الله بالغة وأن هذا الدين فعلا قوي الحجة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فما حد يخاف من حرية الفكر إلا الضعيف، القوي ما يخاف.